داخل طائرة خاصة وسط تجهيزات علمية معقدة. تحدى فريق من العلماء الفرنسيين أنفسهم طوال 22 ثانية لرصد تأثير انعدام الجاذبية على الإنسان والنباتات ومختلف الأجسام. ولكي يشعر الركاب بانعدام الجاذبية يقوم قائد الطائرة بعدة مناورات خلال بضع ثواني، بدءا من التحليق لأعلى من ارتفاع 24 ألف قدم إلى 32 ألف قدم بزاوية 50 درجة، ثم الهبوط بشكل حر. وتشمل التجارب داخل الطائرة رصد بعض النباتات التي يمكن زراعتها مستقبلا على كوكب المريخ، ودراسة حجم وسرعة تساقط قطرات الماء خلال انعدام الجاذبية. هذا بالإضافة لاختبار سبل جديدة للتواصل بين رواد الفضاء.